بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أبارك لكم أيها الأخوة الكرام الذكرى الميمونة لولادة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده ووريثه مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المقربين، وصل على محمد وآل محمد صلاة حتى يرضى وبعد الرضا صلاة لا حد لها ولا منتهى. الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حديث متراوي الأطراف بعيد الغوغاء، لا يمكن لأي متحدث أن يتحدث عن هذه الشخصية وعن أبعادها العظيمة، ولكن انطلاقا من القاعدة المعروفة ما لا يدرك كله لا يترك كله، لذلك من الضروري أن نقف على بعد من أبعاد شخصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما نريد أن نقول لا بد أن نقف على أبعاد شخصية النبي الأعظم، أو أن نتناول بالحديث بعدا من أبعاد شخصيته، ليس الغرض من ذلك السرد التاريخي أو الاستعراض التاريخي، فإن مجرد السرد والاستعراض التاريخي لأبعاد حياته لا ينفع كثيرا ما لم يسقط هذا الاستعراض على أرض الواقع. ويراد من تناول هذا البعد أو ذاك البعد هو الاقتران بمقدار ما يتاح للإنسان أن يقترب من أبعاد شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، تحقيقا لقوله جل وعلا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، حتى تتحول هذه القراءة لتاريخ النبي وهذه الدراسة لأبعاد شخصيته العظيمة حتى تتحول أسوة في واقعنا، وحتى نستطيع أن نقتبس من أبعاد شخصيته ما يضيء لنا الدرب، وحتى نستطيع أن نستنتج من تاريخه صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون لنا ضياء في الظلمات ونورا نمشي به. هذا هو الأمر الذي لا بد أن نركز عليه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الإنجاز الوحيد والفريد والنوعي، جمع إنجازه صلى الله عليه وآله وسلم هذه المواصفات إنجازا وحيدا وإنجازا نوعيا وإنجازا متميزا، ليس كإنجازه أي إنجاز، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بجهاده وبصبره استطاع أن ينقل تلك الأمة إلى واقع نستطيع أن نطلق عليه واقع الحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية التي ترجع إلى دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أحاول أن أتناول في هذه الدقائق هذا العنوان بشكل سريع بحيث يتناسب مع المناسبة المباركة والمناسبة العظيمة. ما هي مقومات الحضارة؟
أحاول أتناول الحديث في نقطتين سريعتين لا أثقل عليكم. أولاً، ما هو مفهوم الحضارة؟ وثانياً، مقومات الحضارة من وجهة نظر الدين ومن وجهة نظر الوحي الإلهي، والأخرى من وجهة نظر غير الدين. الحضارة ظاهراً مأخوذة من الحضر، والحضر في مقابل البداوة، وما زالت هاتان اللفظتان تستعملان في كثير من البلدان، حضري وبدوي، بمعنى أن البدوي ذلك الذي لا يعيش الحياة المتقدمة ولا يستخدم التقنيات، وإنما يتعامل بعفويته مع الأرض، هذا بدوي. في مقابله هذه المفاهيم المتقابلة بمجرد أن تعرف مفهوماً يتضح المفهوم المقابل له. الحضري معنى ذلك هو من تكون حياته متقدمة، يعتمد على تقنيات، لا يتعامل مع المحيط بالعفوية والبدائية، بل يستخدم الوسائل المتطورة. فكل من انتقل من حالة البداوة إلى هذا الوضع سمي حضرياً في مقابل ذلك الإنسان البدائي الذي يعتمد في تعامله مع الأرض على عفويته دون أن يستخدم أي تقنية. والبداوة لها مستويات، البداوة ليس كلها ذات مستوى واحد، هناك بداوة أولى مثل ما يذكر ابن خلدون وغيره، مثاله من إذا عطش يذهب إلى ضرع الناقة وضرع البقرة ويشرب منها، بعد ما يحتاج إلى أن يحلو ويضع الحليب أو اللبن في إناء ويشرب، هذا مستوى بدائي. هناك مستوى أكثر تطوراً وهو من يحيى. اليوم الإنسان وصل به التطور إلى استخدام تقنية فوق أن يستخدم بالزر يحلب الحيوان. عموماً البداوة في مقابل أو الحضري في مقابل البدوي أو البداوة، فالحضارة مأخوذة من التقدم في الحياة، هذا معناها بشكل مختصر الذي يتحصل من مجموع كلمات اللغوية. أما ما هي مقومات الحضارة؟ كيف نستطيع أن نبني حضارة؟ كيف نستطيع أن نقيم حضارة؟ هنا تتعدد الوجهات. الوجهة غير الإلهية، بعضهم يذهب إلى أن المقوم للحضارة هو العلم. الأمة التي تمتلك العلم وتحظى على رصيد وتتمتع برصيد عام من العلم والمعرفة هي التي تستطيع أن تتحضر. والعلم بطبيعته يفرض على الإنسان المتحضر. فيرون أن المقوم الأساسي بل المقوم المنحصر، لاحظوا ابن خلدون لما في كتابه المشهور المقدمة دائما يركز عندما يقارن بين الشعوب ويقارن بين القوميات، دائما يركز على مسألة ماذا؟ العلم. فيرى أن هذا الشعب لديه علم، ميراث علمي، مهتم بالعلم، فيصنفه ضمن الشعوب المتحضرة. لكن لما يجي إلى بعض القوميات وإلى بعض الشعوب يصنفها على البداوة، لأن لا يعرف عنها علم ولا أثر، تتكرر هذه العبارة. وهل هو هذا اتجاه أم لا؟ بس نستطيع أن نقول أنه يتبلور من هذا الكلام وغيره من الدارسين والباحثين أن المقوم للحضارة هو العلم. أي أمة تمتلك رصيداً
متقدما من العلم والمعرفة نفس امتلاكها لهذا الرصيد من العلم والمعرفة يحتم عليها التحضر والتقدم. فأساس الحضارة هو العلم. الاتجاه الآخر الذي يرى أن الحضارة لا يمكن أن تكون من دون قانون، أساس الحضارات وجود القانون، ولا يمكن للمجتمع أن يتقدم إلا من خلال وجود قانون صالح ينظم حياته، وبذلك يستطيع أن ينهض ويتحضر. إذا فقد القانون صار الإنسان في حياته الاجتماعية وحياته الفردية كحيوان الغاب الذي لا ينظمه قانون، بل ربما زاد بعضهم أن الحيوانات الغاب أفضل لأن تلك يحكمها قانون الطبيعة. أما الإنسان إذا فقد القانون حتى قانون الطبيعة لا يستطيع أن يحكمه، بل يتعالى ويعاند ويحاول أن يكسر حتى قوانين الطبيعة. هذا اتجاه ثاني. لما نأتي إلى القرآن الكريم عندما يتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعن دور النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسؤولية الملقاة على النبي والمسؤولية التي ألقيت على عاتقه، دائما لعل في أكثر من 3 موارد على ما في بالي القرآن الكريم يشير لهذا المعنى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. القرآن يرى أن الغرض من بعثة الأنبياء هو أمران: الأمر الأول التزكية، والثاني ماذا؟ التعليم. وبالتزكية وبالتعليم يمكن للمجتمع أو تتحقق الحضارة الإنسانية والحضارة الدينية إذا قامت على هذين الأساسين: أساس التزكية وأساس التعليم، تعليم الكتاب اللي هي عبارة عن الشريعة، والحكمة التي هي عبارة عن ما يعبر عنه بالحكمة العملية في مقابل الحكمة النظرية. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه، وهذا حديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما بعثت، إنما أداة شنو؟ حصر. إنما أداة حصر، لكن هذا الحصر مو حصر حقيقي، حصر شيء يسمونه حصر إضافي، يعني بالنسبة إلى الأمور الأخرى كأن أكون مثلا مدرسا، كأن أكون مثلا ما أدري طبيبا، كأن أكون مهندسا، لا، إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، لكن لا يعني ذلك أن هذه هي الوظيفة الأولية والأخيرة. نعم، هي الوظيفة الأساسية تكميل الأخلاق. من خلال الآية ومن خلال هذه الكلمة التي توجز وتلخص دور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نستطيع أن نفهم أن أساس الحضارة التي انطلق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي الإنجاز العظيم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قام على أساسين: أساس الأخلاق المتمثل في التزكية، وعلى أساس العلم والمعرفة. وأما العلم بوحده لا يصلح أن يكون أساساً ومنطلقاً ومقوماً للحضارة، بل العلم إذا قامت عليه الحضارة استطاع أن يقصي كثيراً من القيم، وهذا ما نشهده الآن. يعني الحضارات التي قامت بعيدة عن الأخلاق المرعية تحت ظل الدين، هذه الحضارات التي تقوم على أساس العلم في كثير من الأحيان تقصي القيم الأخلاقية، مما ينتج عنه أزمة على مستوى الأخلاق عند الإنسان، وهذا ما نشهده في الحضارة المعاصرة اليوم. الحضارة المعاصرة اليوم لأنها قامت على أساس العلم
والقيمة للعلم، والأمور الأخرى هي تعتبر أمورا ثانوية. ومن هنا أنتجت الكثير من الأزمات. هذا ما يمثل أزمة وشرخ كبير في العلاقات الاجتماعية وفي الحياة الاجتماعية لدى الأوروبيين أو لدى غيرهم من أصحاب الحضارات، هو نتيجة أن الحضارة قامت عندهم على أساس العلم فقط. وعندما يتحدثون عن الأخلاق أو عندما يتحدثون عن القيم فهو محدود في دائرة ماذا؟ محدودة، ليس لها تلك الشمولية والعمق. سيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الرائعة التي خطبتها تعكس أهمية الدور الذي حققه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر في ذلك الواقع المتردي والساقط من واقع متردي متخلف في السحيق إلى واقع متقدم. لاحظوا كيف تصف الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما كان عليه الإنسان قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول: وكنتم على شفا حفرة، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق، كل ألوان وأنماط التخلف كانوا عليها، وتقتالون القد أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقوم من الحضارة من وجهة الوحي الإلهي، من وجهة الدين، هي أن تقوم على أساسين، على قاعدتين، على منطلقين: العلم والأخلاق. بالعلم والأخلاق يستطيع الإنسان أن يبني الحضارة الصالحة التي تنسجم تماماً مع مبادئ الدين والخطوط العريضة مع الدين، والتي لا يمكن أن تصادر الدين بل تنتهي ماذا؟ إلى الدين، لأن العلم والأخلاق منبعثات عقلية، منطلقاتها عقلية. ولما يكون العقل هو الذي يحكم في حياة الإنسان، ليس الأهواء وليست الشهوات وليست النزعات، حينئذ قطعا ينتهي العلم والأخلاق إلى الدين. وهذا ما تعكسه الرواية الشريفة أن الله عز وجل أمر جبرائيل أن ينزل إلى آدم ومعه طبق فيه العلم وطبق فيه الدين عفوا وطبق فيه الحياة وطبق فيه العقل، وخيره أن يختار طبق. هي روايات تمثيلية لتقريب المعنى في كثير من الأحيان. فاختار آدم العقل. تقول الرواية: قال الدين والحياة أمرنا أن نكون مع العقل أينما كان. كل ما تكون المنطلقات عقلية سليمة قطعا تهدي الإنسان إلى الدين وإلى القيم. الحياة هو مثال مهم جدا للقيم، ومفردة من المفردات الكبيرة في دائرة منظومة القيم. أمر الدين والحياة أن يكونا مع العقل أينما كان. الحضارة التي تبتني على العلم الصحيح وتبتني على الأخلاق، يعني تنبعث من منطلقات عقلائية صحيحة سليمة وعقلية أيضا، فهذه الحضارة هي التي تنسجم تماما مع الدين وتقبل الدين، والدين ماذا؟ يقبلها. ونحن عندما نريد أن نتحدث عن عنصر الأخلاق كمقوم في الحضارة، نحن لا نحتاج إلى أن نشط ونقول: ما هي المشكلة الإنسانية عند الإنسان؟ هل هي مشكلة اقتصادية أو مشكلة سياسية أو مشكلة أخرى؟ أتصور أن هذا كله مجانبة للصواب وللواقع. المشكلة عند الإنسان هي مشكلة أخلاقية،
هذه المشكلة الأخلاقية إذا حلت كثير من الأزمات التي يعاني منها، بل غالب هذه الأزمات كلها تنتهي. اليوم حتى الاستغلال الاقتصادي الذي تعيشه المجموعة الإنسانية بشكل عام منطلقه أساسه ماذا؟ بعد الإنسان عن الأخلاق والقيم. يعني مسألة الانتهازية والطمع ومحاولة اكتساب الثروة هي هذا العامل الأخلاقي هو الذي يولد هذه المسألة الاقتصادية التي تعصف بواقع الإنسان المعاصر. الاحتكار الذي هو من أسوأ حالات الضعف الاقتصادي أو المشاكل الاقتصادية منشأه ماذا؟ الاستغلال والطمع، وهي من المشاكل الأخلاقية الكبرى عند الإنسان. إذن نحن نحتاج أيها الأخوة أن نحيي هذه القيم، أن تكون دعوتنا في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مثل منظومة الأخلاقية وطبقها في حياته، نحتاج إلى أن نحييها، نحتاج إلى أن تكون هناك حملات أخلاقية لتحقيق كل هذه القيم المغيبة والقيم التي يراد أن تقصى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يستطيع أن يهدي هؤلاء العرب أو الناس الذين هم من أصعب النفوس في التعامل، لم يستخدم معهم الإعجاز كثيرا. لما يجي ذاك البدوي يواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقسى الكلام ويشتمه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو رأسا يواجه يقول له ترى أنا نبي مرسل وإذا لم تصدق ينزل عليك العذاب أو يقرأ عليه الآيات. النبي يستخدم عنصر الجذب في شخصيته وهو عنصر الأخلاق. ذلك البدوي لا يستطيع أن يتمالك أمام عناصر الجذب في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهمها مسألة الحلم وكيفية امتصاص الموقف في الطرف المقابل. ذلك الإنسان البدوي لا يجد نفسه إلا أمام أن يخضع للنبي ويقول بسط يدك أشهد أنك رسول الله. هذا الموقف المؤثر الذي يؤثر، وهذا كثيرا ما يتكرر في حياة النبي وكثيرا ما نسمعه عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هل واجهوا هذه المواقف بدعوى أننا أنبياء وأولياء وأننا هداة وأنه إمامتنا أو نبوتنا مفروضة على الناس ولا بد أن يسمعوا ويطيعوا ولا نزلت عليهم اللعنة والعذاب، أو أنهم يستخدمون عنصر الخلق الكريم؟ هذه الرواية اللطيفة وأختم بها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس مع أصحابه بدوي، رواية تعبر بدوي في البادية يركض وراء ضب إلى أن اصطاده، قدر على الضب اصطاده ووضعه في كمه خلى بين ملابسه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما الغرض أن يرمي بهذا الضب في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإثارة الخوف والذعر في المحيط اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس. فأخذ يكيل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنواع من السب والشر، فأراد أحد أصحابه أن يقوم إليه فقال له يا أبا حفصة اجلس، كاد الحليم أن يكون نبيا. فيها مثل المواقف النبي ما استخدم إن أنا نبي ولا بد أن تطيع أن تسمع قرأ الآيات القرآنية، أو قال إن معجزتي القرآن الذي أتحداكم أن تأتوا بحرف من مثله. لا، النبي استخدم هذا عنصر الجد. نحن نحتاج أيها الأخوة من يعمل في الساحة، من يكون في أي موقع من مواقع الساعة في عمل خيري في غيره من الأعمال، في العمل الديني في الحقل الاجتماعي على جميع الأصعدة، قطعا يواجه ماذا؟ شتى أنواع هذه المواقف. إذا لم يتحلى بهذا الخلق صار وجوده منفرا، صار عامل ماذا؟ تنفير، يكون عاملا للنفرة، مو فقط النفرة من شخص
بل حتى النفرة من هذا العمل دينيا كان أو اجتماعيا أو غيره. لكن لما الإنسان يمتلك رحابة الصدر ويمتلك الحلم ويتعامل على هذا الأساس ويطبق هذا المبدأ في سيره وسلوكه وحياته، قطعا يكون عامل ماذا؟ جذب. عامل الجد مهم، ونحن لما نقرأ هذه القضايا يرادنا أن نستثير هذه الجوانب، عوامل الجد في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما أردنا أن نكون متحضرين، ليس الحضارة في شكل، وليست الحضارة في منظر، وليست الحضارة في هيئة، وليست الحضارة في علم، إنما تكون الحضارة بالخلق العظيم الذي وصف الله عز وجل به نبيه. لما وصف نبيه لم يصف بأنك عالم أو أنك على أحسن هيئة، إنك لعلى خلق عظيم. وهذه هي المسألة المهمة والتي نحتاج إليها، ونحن نفتقد هذا العنصر ونفتقد هذا الأساس في كثير من تعاملاتنا. وهذا ما تشهد به، يعني لاحظوا وسائل التواصل الاجتماعي عندما تحدث أي قضية من القضايا، هل يكون التعامل فيها على أساس الأخلاق وعلى أساس القيم، أم على أساس يخجل الإنسان من توصيفه؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وأن يأخذ بأيدينا على نهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينفعنا بشفاعته يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.